ان المنتخب الكيني منتخب على مستوى المجموعه بيقع في المركز الثالث، عنده 3 نقاط، ولكن شكله لسه عنده طموح في العوده للمنافسه حتى للصعود. شايف مباراه مصر ازاي امام المنتخب الكيني في كينيا ان شاء الله، واهميتها لمنتخب مصر على المستوى الفني وعلى مستوى تصدر المجموعه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا بأشيد بتحليل سهام على الفريق الكيني، فريق بيضم 11 نجم فيهم عناصر بتأدي الجانب الهجومي بشكل قوي جدا. الباك ليفت عندهم باك رائع جدا، في مميزات وفي جمل معينة بيأدوها، يعني من ضمنها الباك الشمال دايما بيلعب من التلت الهجومي، ما بيوصلش للراية وبيلعب الأوفر، لا من التلت الهجومي بيروح عامل الكروس للراس الحربة بيطلع اولونجا بتاع الدحيل اعتقد. ايوه بتاع الدحيل بيطلع، وطبعا بيبقى تمرينه بيشتغلوا عليها بشكل جيد، ساعات بيلعبها عاليه وساعات بيلعبها على الارض. الثلاثي الهجومي مع الهاف الديفندر او بيحاول دايما ان هو بيزيد دايما في الهجمات، بيأدي الواجب الدفاعي بشكل جيد جدا، عنده مجهود وافر. عندهم ثغره يمكن هي قلب الدفاع، عنده عيبين. العيب الاولاني انه لما بيقطع الكوره عنده من الثقه والغرور انه لازم يرقص المهاجم اللي ضغط عليه، احيانا بينجح واحيانا كتير بيفشل ويتسبب في اهداف. الحاجه الثانيه العيب الخطير ان انا كمدافع مكلف ان انا ابقى مع راس حرب. راس الحربة ده لما احيانا انا بسرح وابصص على الكوره وسايب الراجل اللي انا مكلف ان انا اتولى اللي انا براقبه، فبرضه اهداف كتير قوي بتيجي في الفريق نتيجه الخطا ده. بص تلاقيه الكوره مع الوينج رايت هو بيبقى مع الكوره باصص على الكوره بس وسايب، وده خطا شائع في افريقيا عموما يعني.